الدف للرجال لإعلان النكاح، يعني استخدام الرجال للدف لإعلان النكاح، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذه مسألة خلافية. أما بالنسبة للنساء فمسألة إجماع أنه يجوز لهن ذلك، هذا الذي أعرفه. وأما الرجال فانقسم الفقهاء فرقتين، فرقة أجازت ذلك بشروطه، وفرقة قالت لا، الرخصة في استعمال الدف خاصة بالنساء، والله أعلم.